ملاقم عربية في بحيث الواحد ولا في قمة التعب. هيا يا ولد يا بنتيشة هيا طفي ذو القصر خلنا نخطف غمضة قبل طلوع الفجر. فبحيث برعات توا منين مش يجين النومة بعد التخيل العربية. فبحيث أهلا وسهلا بالبشبوش. سلام من خوله من رب الرحيم. شكون يحكي معي في بحيث؟ أنا يا بشبوش. عرفتك يا بتيشة. عايز يزي مفضلك الماس وبرا رقد عاش ولدي تلقاك تعبت اليوم من هزان ونفضان الوفد العربية. في بحيث أنا منيش بنتيشة ولا تريف. والله سمباتيك. في بحيث شكون سيتك يا سيد ثامر؟ أنا ضميرك الضامر يا بشبوش. أهلا وسهلا. فبحيث الضمير طلع الضامر كيف يا لها ومازال حي. فبحيث حاجة تعمل كيف؟ فبحيث ريت يا صاحبي كيما يقولوا حط الرئيس في سريره يطلع ضامر كي ضميره. لا 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 حلو هذا والله هكا الضمير ولا بلاش. فبحيث هيقول ايش حب مني تو ويزق المصادفة. بحيث انا جيتك اليوم باش نحكيو شوية على القمة العربية. اوه على القمة. اوه فبحيث اش بيها زادها القمة حتنتي مش عجبتك؟ انا اللي ما عجبنيش تصرفات الزعماء العرب سواديزون. واش بدل ضميري حتى هو يجنق بالفرنسا. فبحيث ايه طوى نرمال الملك سلمان بعد ما فرحت بيه وبشبشت بيه وكاريرو ثلاثة وتلة في قمر يقوم يهز زاد وزواد ويفس على بكري. ايه عادش بيه. فبحيث الفايد دبرنا منه مرشانة باهية. وزيد نطرنا منه سبيطار قبقوم في القروان. فبحيث وكانك على شهادة الدكتوراه الفخرية هذيك عطينا هالو باش يلف بها شوية مقروض القروان الاصيل. فبحيث ذاق منه كابتي روح فريح المسلونة. ايه وامير قطرش بيه روح زاد على بكري ومحضرش حتى على خطابك. ايه سيدي هاك الولاد تامين. فبحيث ابوها سموه الشيخ حمد أمو سينا ليه وقال لي قولي روح بكري. فبحيث خاطر أمه الشيخ موسى أتخاف عليه من العينين. فبحيث وزيد يحب يخلط على ماشي سيابي والمكشخة في الدوحة. هاي باهي يا سيدي شبي عبد الفتاح السيسي جاي مخر يا أخي سخيلها قمة بلا بواب ولا شنو هذاك. فبحيث طلبته كيف بتاع أو بالأحرى كيف يقول المصري اديت له رنة قال لي لو مؤاخذة جاع الترينو والترينو تحبان في ليبيا. فبحيث حتى انا بعث له وزير الدفاع يستقبله العسكر في بعضها. فبحيث باهي وباش خرجتوا من القمة لحكاية الجولان المحتل والقرار بتاع ترامب؟ ايه ايش عنا نعمل؟ فبحيث هاكا نددنا لوماندر دي شوز كيما يقول الفرنساوي. فبحيث خرف باهي وش عملنا في القضية الفلسطينية؟ لا فلسطين ديك ديما في القلب. بحيث واللي في القلب في القلب هاي فهمتني عاد. بحيث اشنو جاك النوم ضميري واللي تضر فيه خميري. فبحيث ارقد انت على قلبي سيرش خليني انا نسأل على قضايا الامة العربية. فبحيث ناني ناني جاك النوم مدامك ضمير ما عندوش هموم. تياترو منير.